هل الصوت واضح؟ يا سيادة دولة الرئيس، أيها أعزاء الشركاء الأصدقاء، أهلا وسهلا بكم في روسيا في موسكو. نحن سعداء برؤيتكم يا سيادة دولة الرئيس. إن العلاقات بين بلدينا تتطور بنجاح، وفي السنة القادمة سنحتفل بذكرى 80 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية. في العقود الماضية ساهم بلدنا مساهمة كبيرة في تطوير العلاقات وتعاون مع العراق قبل كل شيء في مجال الاقتصاد، وتعمل اللجنة الحكومية المشتركة بالنجاح اليوم، فإن الحجم التبادل التجاري في السنة الماضية ارتفع ب 43%، ولكن في هذه السنة انخفض للأسف. أمامنا الكثير للمناقشة، وطبعا زيارتكم لنا جاء في وقته. ومجال الطاقة طبعا مسار واعد للتعامل معنا، شركات روسية كبرى تعمل في بلدكم، وحجم الاستثمارات المشتركة بلغت 19 مليار دولار في الاقتصاد العراقي، وهناك آفاق مستقبلية للمزيد من ترسيخ التعاون. وطبعا هذا التعاون نفيس ومثمر جدا. نحن نتعاون في إطار أوبك بلس، ونعمل ذلك بشكل إيجابي جدا ونجاح، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في الأسواق العالمية. وبشكل عام نحن ننجح في هذا العمل، وإن شاء الله سنواصل على هذا الدرب. أمامنا المهام الكثيرة من الناحية العلاقات الثنائية، سنتركز على مناقشتها، وغدا سنشارك معا في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي. فهذا المنتدى الدولي الكبير في مجال الطاقة، حيث الخبراء يجتمعون لمناقشة التطورات الحالية ومناقشة الآفاق المستقبلية من حيث التعاون. وطبعا زيارتكم تأتي لبلدنا على خلفية الأزمات الكثيرة، مثل الأزمة في أوكرانيا التي تستمر، ونحن نرى أيضا تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط. أيضا أتوقع أن الكثير سيتفق معي أن ذلك دليل قاطع وواضح على فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، التي حاولت أن تحيكر الوساطة والتسوية هنا، ولكن هي لم تهتم بإيجاد حلول الوسط المقبولة للجميع، بل طرحت رؤية تابعة لها. وكيف يمكن أن تعمل ذلك؟ من خلال ممارسة الضغط على أطراف النزاع بدون أخذ بعين الاعتبار المصالح الجذرية الفلسطينية قبل كل شيء، تنفيذ قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة التي تقضي بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة. وأي ما يحدث، وأنا أعرف موقفكم يا سيادة دولة الرئيس، وموقفنا أيضا يقتضي بأن خسائر التي يتكبدها المدنيون لابد من تخفيفها وتقليلها، ونحن ندعو إلى ذلك جميع الأطراف. ونحن سنتطرق إلى هذه المشاكل وإلى مشاكل أخرى، وبعد الاجتماع في على نطاق واسع بالمشاركين الآخرين، نخطط للحوار وجها لوجه في أثناء مأدبة العشاء، وسنناقش الكثير من الملفات الأخرى. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا فخامة الرئيس للترحيب بالأخوة الوزراء المستشارين، شكرا على الدعوة الكريمة لزيارتنا إلى روسيا. روسيا بلد صديق، ونرتبط بعلاقة عميقة وتاريخية طيبة، وهنا أود أن أجدد شكر العراق لروسيا على دعمه أثناء الحرب على الإرهاب، وتزويدنا بالأسلحة في ظرف حساس كان في معارك مع عصابات داعش الإرهابية. بالتأكيد هذا التاريخ من العلاقة، ومثل ما تفضلت
عام 2024 سوف يكون ذكرى مرور 80 عام لهذه العلاقة بين البلدين الصديقين. هذه الزيارة نسعى من خلالها لتعزيز وتطوير آفاق التعاون بين العراق وروسيا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، وأمامنا فرص كثيرة ومتعددة، وهناك أرضية موجودة بحكم وجود الشركات الروسية وبالتحديد في قطاع النفط والغاز، ونحن كبلدان مهمة في سوق الطاقة من المهم جدا أن نستمر بهذا التنسيق بشكل ثنائي أو ضمن مظلة أوبك بلاس، وهذا التنسيق يجب أن يستند إلى آلية العرض والطلب والأسعار مع الحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين. لدينا بحث في هذا الأمر، بالتأكيد سوف نتطرق له في الاجتماع، وغدا أيضا سوف تكون فرصة مناسبة أن نلتقي هذه الشركات ونبين رؤيتنا للنهوض بواقع الطاقة الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة العراقية. أيضا زيارتنا جاءت ونحن نتبنى مشروع كبير في المنطقة، مشروع طريق التنمية، وهو واحد من أهم الممرات الاقتصادية التي سوف توفر خيارات سهلة ومرنة للتجارة بين آسيا وأوروبا، والتكامل مع الممرات الأخرى خصوصا شمال الجنوب بالتأكيد سوف يعزز من الفرص لكل البلدان ويحقق المنفعة المتبادلة لدول المنطقة والعالم. فخامة الرئيس، زيارتنا جاءت في وقت حساس حيث تشهد المنطقة تطورات خطيرة على الساحة الفلسطينية، وهذه نتيجة طبيعية بسبب إمعان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب الجرائم والانتهاكات المستمرة طيلة سنوات وسط صمت دولي وعجز عن تنفيذ الالتزامات والقرارات ما يسمى بالشرعية الدولية. نحن أمام انتفاضة للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه ولوقف هذه الانتهاكات. هناك تصعيد واضح خلال هذه الأيام، وتصعيد خطير يستهدف المدنيين الأبرياء بقصف عشوائي مدمر ممنهج وبكلام واضح وصريح بتدمير غزة وجعلها خربة. اليوم المسؤولية مسؤولية الجميع، نحن كدول عربية وإسلامية وبالتأكيد مع دولة روسيا الدولة العضو الدائم في مجلس الأمن، سوف تكون هناك مسؤولية أخلاقية تقع على الدول العظمى في وقف هذه الانتهاكات وهذا الحصار الذي يراد له تدمير قطاع غزة. بالتأكيد اليوم العراق وفي سياسته ونظامه السياسي مع الاستقرار في كل مكان بما فيها الأزمة مع أوكرانيا، نحن بلد عانى من الحروب والحصار ولاقى الويلات من هذه الأحداث، لذلك موقفنا الدائم والثابت هو في دعم وتبني منهج الحوار وإيجاد الحلول السلمية لإيقاف هذه النزاعات التي تركت آثار سلبية كبيرة على المستوى الإنساني وحتى على المستوى الاقتصادي مؤخرا. بالتأكيد هذه الزيارة وما يتخللها من مباحثات سوف تساهم في إنضاج هذه الأفكار
وصولا إلى مواقف متفق عليها حتى نساهم في تعزيز علاقتنا الثنائية، وبنفس الوقت يكون إن إسهام في تخفيف معاناة المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم أجمع. شكرا لكم.